لاعب مغربي سابق في طريقه لتدريب الأسود. بات اللاعب المهدي بن عطية الأقرب لتعويض مصطفى حجي في العارضة التقنية للمنتخب الوطني المغربي كمساعد للمدرب، إلى جانب اسم آخر مقترح من اللاعبين الذين احترفوا في الدوريات الكبرى في حال عدم الاتفاق مع المهدي بن عطية. في ذات السياق أكدت مصادرنا أن واحد خلوزيتش وافق مبدئيا على الاستعانة باللاعب المغربي في محاولة منه للمصالحة مع الجمهور، وأضاف تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لترميم صفوف المنتخب الوطني المغربي دون اللجوء إلى فسخ العقد مع المدرب واحد خلوزيتش، وتابع لا توجد أي نية في الانفصال عن المدرب لا سيما بعد النتائج التي حققها.